هادو ما سلوكا الخوت اللي نايض عليهم صداع في امريكان وما هادو الخوت تصوروا انه هاد السلوك هادو يقدروا يديروا حرب اهليه في امريكا. تقول لي كيفاش البلان؟ انا نشرح لك البلان كامل القصه كامله بس بلا ما يبقى يحمقك شي واحد. القصه وما فيها انه الحاكم ديال الولايه ديال تكساس واخد واحد القرار انه مزير كما قلت في واحد الفيديو مزير الصمت مع اللاجئين اللي جايين من المكسيك بوليفيا كذا الدول ديال امريكا اللاتينيه كاملين. دار هاد السلوكه في الحدود وسلوكه النيت علاش؟ حيت كان هو طالب الحكومه ديال بايدن انها تعاونوا في هذه المساله ديال اللاجئين. تصوروا انه الرقم عرفتي شحال من حراك كيدخل كل نهار الولايه ديال تكساس؟ لقاو انه 10000 حراك كيدخل. العام اللي فات وصل العدد ل 6 مليون ديال الحراقه اللي دخلوا الولايه ديال تكساس. اش كيوقع هنا؟ الولايات الاخرين اللي مجاورين لتكساس سادين مزيرين الطرح وكذا وهادي دوك اللي كيحرقوا كيدخلوا لعندو كيحصلوا عدو خاصو هو يلقى معاهم حل. اش دار؟ قال اخويا نتوما ما بغيتوش تعاونوني انا غندير هاد السلوكه هادو اللي كتشوفوا دابا هنايا غادي نديرهم وصافي غنحبس انا الصمته. ناضت المحكمة حيت رفعت عليه حكومة ديال بايدن ما عرف شي دعوة كدا في المحكمة قالوا لي خاصك تحيد سلوكه. قال لهم لا الحكومة ديال بايدن صيفطوا لي قال لهم لا قال لهم والو ما غاديش نحل انا حتى لعبة. ناضت تقريبا 24 ولاية ولا 25 ولاية ضامنات معاه مع هذيك تكساس ضامنات معاها وناض خوتي ترامب استغل القضية فيها انتخابات وكذا قال لهم انا مع تكساس وخاصكم تعاونوها خاصكم توقفوا معاها. دابا عرفتي شحال من امريكاني هابط لتكساس كلشي هز الرايات تيقول وي ستاند ويت تكساس حنا واقفين مع تكساس. اراه دابا اش قالوا؟ ولو كيفكروا تيقول لك ربما تكساس تفكر في الانقسام على امريكا. حيت الى رجعنا بالتاريخ 1800 ما عقلتش بالضبط التاريخ كانت الولايه ديال تكساس محسوبه على المكسيك الاخر دات امريكان يعني اصلا راه ماشي ديال الميريكان. دابا الخوت راه شابكه ديال بصح ولكن راه ماشي اول مره كتفكر فيها ولايه انها تنقاسم على الميريكان. ديجا كانت كاليفورنيا فكرت في هذا البلان نهار ترامب دار الرئاسه. الولايه ديال كاليفورنيا قالك اخويا حنا مابقيناش باغيين نعيشوا في هذه البلاد مابقيناش نتحسبوا على هذه البلاد ما حد هذا رئيس وبقاو بلا 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 وكذا والشعارات وهادي وهادي وتيغوتوا في الاخر ما طرا حتى لعبه فهمتيني. ومراكنا خاصو مع السبب باغيين يعيشوا فيلم فهمتي. راه كاين دابا اللي موجد الاسلحه وكذا والماكله كيتسناو حتى يخرجوا الزومبي. دابا هما سمعوا القصام وكذا وشابكه هابطين وي ستاند ويت تكساس كابته حتى حنا وي ستاند ويت تكساس حنا مع تكساس الشقيقه حتى تاخذ الاستقلال ديالها. لا معاك افضل منتخب عربي حاليا بوجهه نظرك؟ والله الدول السعوديه وان شاء الله تونس ان شاء الله. منو افضل منتخب عربي حاليا بوجهه نظرك؟ افضل منتخب عربي اللي اشوفه انا يعني بالوقت الحالي السعوديه. السعوديه؟ إيه؟ البعض يقول لك مصر. واش كيتفرجوا في كوره هادو ولا فاش كيتفرجوا؟ تفرجوا في التينيس ولا شنو؟ الجزائر المغرب. والله اللي اشوفه السعوديه انا. من اي ناحيه؟ كتكوين الفريق السعودي يعني من لاعبين وين افضل اللاعبين جاوا حطوه. منو افضل منتخب عربي حاليا بوجهه نظرك؟ الامانه من دون قصر الجميع السعوديه ومصر. بس الافضل حاليا السعوديه. افضل من مصر؟ نعم افضل من مصر. منو افضل منتخب عربي حاليا؟ المغرب. منو افضل منتخب عربي حاليا بوجهه نظرك؟ السعوديه. السعوديه؟ نعم. البعض يقول لك عندك مصر، الجزائر، تونس وغيرهم. نعم فيهم والله يوفقهم بس القلب السعودي والله. الله القلب السعودي. بالنسبه لك منو افضل منتخب عربي؟ قلب خضر سعودي. سعودي بعد؟ اي يفوز ولا ما يفوز؟ احنا سعودي. هل فعلا يستاهل انه يكون الافضل؟ بنادم ما كيبغيش الحقيقه، ما كيبغيش الصراحه. انا كمغربي كنعترف انه افضل منتخب عربي حاليا هو لبنان. حيد اليم في مشان. السلام عليكم تحيه جميل الاخوان. كما كتشاهدوا رايا الخوت راه حنا مبلوكين هنايا في الاتاتو 60 طرابين لا صاليدا 10 وكاع الطرقان تقريبا راه مبلوكين. انا جاي من باريس جاي وتنتخطى الريا كندوز من هنا ندوز من هنا. ناسيونال 10 مقطوعه، الادي اس هي مقطوعه، جايين في تمارا كيصيفطونا في وسط البويبلويات. يعني دابا الانسان ينتبه الاخوان اللي جايين من المغرب طالعين من المغرب ولا طالعين من اسبانيا ولا طالعين من سميتو ينتبهوا. الاكثريه الطرقان راهم مقطوعين، يدير المؤونه ديالو ويقاد المسائل ديالو لانه يقدر يبقى واحد ويهز معاه الماكله ديالو الكافيه ولا خاصو شي مال شي حاجه يشريه ويدير سميتو وينتبه ويقل يدخل الماب ويقلب الطرقان اللي مقطوعين. انتم شوفوا دابا انا غادي نصور لكم شحال ديال الكاميونات واقفين. شوفوا رايا بعد شحال ها الصف حتى اللي نواصل. شو الصف حتى اللي نواصل ثلاثه الطرقان ها. واو
ولا حصلها. عرفتي واش حصل هنا في لوطوروج بلا ماكله بلا والو؟ مشكله والله. نشوف الشعب المصري بيحتفل بالشوارع في البطوله دي. واش اخباركم تخيلتي كدير واحد القالب ملي كيوقع شي حادث مثلا بحال هذا البلان هذا اللي واقع دابا في تكساس، عاد كتنوض كتشي طريفات الاستوديو كتقول ارى ان ولايه تريد الانقسام عن امريكا ومحيده لي كومونتير، كتبقى انت تقول واه قالت والفيديو الله تلاح تا هي كتقول داكشي حتى تيطرا. ودابا قالت لك السيدي كتقول ان مصر هي اللي غدي الكاس. واخ من وراء انجاز كبير. نعم زي ما حكيت عن المغرب، زي ما حكيت عن المغرب وقلت انه فريق عربي بيوصل لنصف النهائي في المونديال، وقلت الانظار والاعلام على فريق المغرب لحدث رياضي عالمي وهذا اللي صار. وان شاء الله مصر اصل لما حط شيء براسي وضلني اقوله سبحان الله لما يصير سبحان الله عارف الله كي صفور الله العظيم. دي سلوغون دو جوا تما خوتي في 2019 خرجنا كنشجعوا الجزائر وفرحنا لها شو تريونف دو فراتيرنيتي اون تيتي سكون ماذا حدث لنا براتيكمون توت لي فيل دو تغيرت الامور دي كيزون تيتي اليميني دو لا كان لي ماروكان اون شوازي لور كان tous derrière les Fenech devant le stade Mohamed V ou encore en face du Morocco à la Casablanca. فاش كنا نيا والحمد لله مازال دايرين نيا الحمد لله. Des écrans géants ont diffusé la finale Algérie Sénégal. Des citoyens algériens et sénégalais étaient au rendez-vous, mais surtout une majorité du supporter marocain venu soutenir l'équipe victorieuse. Toujours roi, toujours vive l'Algérie. Félicitations au peuple algérien. Moi, je suis marocaine, donc félicitations à vous. Khawa, khawa, toujours. Bravo, bravo, bravo aux Algériens. Ils méritent vraiment leur victoire. Les Marocains sont des supporters magnifiques en plus. One, two, three, viva l'Algérie. Et notons bien cela. Je suis marocain donc je suis algérien. انا كنقول السبب كانت الكونيكسيون غاليه في ذاك الوقت. انا مغربي اذا انا جزائري. Pour les supporters algériens, cette victoire n'est pas que pour leur pays mais elle est partagée entre peuples voisins. مبروك علينا خويا. Je nous félicite pour cette victoire et هاني اخوتي هاني هاني موقع والو. هو ايه اللي بيحصل في امريكا ده يا جماعه؟ خلي بالك امريكا. لا صافي شرحت لهم كل شيء اسير كل هاني. كسرت التلفزيون لك 1000 درهم ابغى اشوف. يلا يلا اشوف اشوف. اقوى 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 عندك بزياده. شوف بزياده شوف بزياده شوف بزياده. يوه اقوى اقوى. بس شوف 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 جاسم كسره جاسم كسره جاسم والله تكسره. اشوف قسم بالله اشوف 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 والله يسعد. هو اللي خدام لي دابا مع الماتشات ديال البارسا. والله ما كرهت ناخذ شي تلفازه بحال هادي يا اخويا. والله ما كرهت ناخذ شي تلفازه بحال هادي وندير حتى واحد الخنشه ديال الحجر. This is wild. Right now, the state of Texas is going against the federal government in order to secure their border from illegal migrants. And as of now, 24 states stand with Texas. For the past 3 years, there have been a record number of illegal immigrants that have crossed the border of Texas. Governor Greg Abbott asked the federal government for help to secure the border. And when he realized he was not going to get that help, he started building his... شنو قلت لكم؟ صافي. ملي ما بغاوش يعاونوه الحكومة الفيدرالية، جاب سلوكة. صافي اخويا مالنا كل عصاب وحدي. Border protection, including using razor wire. Then, just a few weeks ago, the federal government and the Biden administration sued the state of Texas and won the Supreme Court decision, allowing the federal government to مهم احنا مع تكساس. We stand with you, Texas. زيادة التوترات بين ولاية تكساس وحكومة بايدن الأمريكية من 25 ولاية جمهورية ترسل قواتها العسكرية لحدود تكساس. سكوت إعلامي شديد
مخيم على إدارة بايدن وعدم الرد على التصاعدات التي تحدث في أمريكا. الأستاذ الرائع الله يرحمه مصطفى محمود كان قاله واحد لمرة قال له أنه أمريكا هي القوة العظمى وقتها، ولكن شنو هي القوة اللي غتقضي على أمريكا؟ هي أمريكا نفسها، هي أمريكا نفسها هي اللي غادي تخرج عليها. ربما غادي تكون هذه هي البداية. ربما أكثر من 170 ألف شاحنة تتجه حاليا لحدود تكساس لمؤازرة قوات الحدود. Biden is going after Texas, saying that they must remove fortifications from their border. بعد هذا العهد هذه الأخرى لجو بايدن ما يمكنش يزيد مرحلة أخرى صافي. But why are they putting people out? شعبك في فرنسا أخوتي شعبك نادوا لهم المزارعين والفلاحة اللي راه لهم إضراب داروا بحال الشكل ديال خونا خويا عند الله ما عنديش معاه ما تيدخلش ليا قلبي كاع راه واخا تغمسوا بحال موقف العسل وتجبدوا ما يدوش ليا اخويا الله يسهل لك. اسلوكك قديش اخاي to Shelby Park, but the state of Texas is saying no way. They're actually doubling down, putting in this new concertina wire that is actually right on top and below of this anti-climb barrier. Look at this. So this is blocking people from climbing over these Connex boxes. It's a deterrent there that they just put in place. And we can see right now across Shelby Park, it's very busy here as they do have state... مي فوالا الاخوان ها هما الدبابات غاديين وكذا احنا دخلنا الربيع الامريكي الربيع الامريكي يبا تشويه تسولي تسمع تكساس تطلب الدعم من روسيا والصين واو واو شو شحال ديال المهاجرين شو 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 يا ولاد الحساب اخويا راه القضيه مزيانه قول راه راس قلبنا كنا نمشيو حتى حنا بحال موكل كولومبيا وكذا ونطلعوا من تما طلطلط نوصلوا لتكساس حنا دخلنا امريكان لا بزاف اصاحبي 10800 مهاجر واو هادشي يحدث الان مسيره فيها 15000 واحد واو من المهاجرين قالك ما غادي يوقفوا حتى يدخلوا لامريكا وات واش الفقر يا خويا واو الفقر ميزيريه امريكا عندها الزهر ما جاتش ملاصقه مع المغرب عندها الزهر او جمال الفا Southern border today. أحمد موسى دي الميريكان. We need Donald Trump. لأن ما كانش عندي نية أصلاً إن أنا أقول إني تشويت. لأن مش حاجة لطيفة إن جمهورك يبقى عارف إنك تشويت. ارجع للحجم الطبيعي لو سمحت. أنا هفرجهم عدة الشغل اللي كنا بنشتغل بيها. كنت بطلع لكم على الهواء لابسة نظارة فاضية. عشان لما أبقى عاملة كده يداري الخطين فما يبانش وحط 12 كيلو ميك اب يمكن ممكن اطلب من ايهاب محروس مره واسامه يوروكوا احنا بنعمل ايه في الميك اب عشان طبعا الحفرتين دول قبل ما اروح الشهر اللي فات لنفس الدكتور كانوا حفرتين جامدين قوي 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 وما كانش ما كانوش مكلكعين ورينا كده بلا شيء بلا شيء شو حدا من البنات الله يرحمه هادي تشرح لنا هادي شنو معنيتي مكلكعين شنو معنيتي مكلكعين مكلكعين زوين نزل شي واحد مكلكع هو الرئيس ديال الولايه ديال تكساس اخوتي وداروا الرايه كدا نجمه وحده فهمتي يا الرايه ديالهم بحال الشيلي تكساس لدي الحق في الانفصال The next generation of students will be better because of this law
and the burden on taxpayers in Texas will be lighter. God bless Texas. ما الاخر ما كاين الا امريكا اللي سيدي يسكري. Look at that guy over there. هذه الحلقه كامله برعايه الولايات المتحده الامريكيه. Wow. Bring him up. ترامب صغير. What's your name? Nay. Now, he's supposed to look like Donald Trump, but he's actually much too good looking. You are really handsome. Are you having a good time tonight? Night. Where's your daddy? And your mommy, right? Do you want to go back? Do you want to go back to them, or do you want to stay with Donald Trump? Trump. هذا ميكرو، هذا خطير. كنعترف بان احسن رئيس داز في تاريخ امريكا. واش عرفتوا الحركه اللي دار دابا؟ واش عرفتوا شنو دار دابا؟ عرف انه الدري كيعاود فقط الكلمه الاخرى، وشو كيفاش لعب ليه باش يفهمتي يهيج الناس وكذا. واو ما غيبقى مع ترامب، واو ما يمكنش على صاحبي. شوف الدماغ كيفاش كيخدم، دماغ كيفاش كيخدم صاحبي. Much too good looking. You are really handsome. Are you having a good time tonight? Night. هنا في القراءة صافي صافي عرف كي غيدير لي. Where's your daddy and your mommy, right? Do you want to go back? Do you want to go back to them, or do you want to stay with Donald Trump? Tunis Lord. Trump. Oh, cute. Oh, cute. احنا كمغاربه بغينا دونالد ترامب يولي هو رئيس ديال امريكا.